هنلاقي جمهور عريض جدا للفرقتين في كل دولة. تعالوا نتكلم في البداية عن النادي الأهلي بالتحديد. أنا يعني أعتقد كده أنه كان من حوالي 7 أو 8 سنين أنا فاكر كنت بتفرج على تقرير كان معروض، تقرير مجمع عن جماهيرية النادي الأهلي في أكتر من دولة عربية، وإزاي حتى اسم النادي الأهلي موجود في أكتر من دولة زي أهلي جدة، أهلي طرابلس، الأهلي القطري، أهلي البرج الجزائري، أهلي دبي، وطبعا غيرهم. عشان كده بنقول ان شعبيه نادينا داخل قاره افريقيا هي شعبيه كبيره جدا جدا جدا. لما بيسافر الاهلي في اي دوله افريقيه بنشوف كده جماهير الفرق المنافسه بره الملعب ساعات وهي بتعمل لقاءات تلفزيونيه فاكرين اسماء لعيبه النادي الاهلي من الثمانينيات والتسعينيات، فيعني حاجه عظيمه جدا. وطبعا عشان نكون منصفين نفس الامر بحذافيره ينطبق على شعبيه نادي الزمالك طبعا موجوده في المنطقه العربيه وفي افريقيا بشكل كبير جدا. نادي كبير، نادي عريق، نادي محترم، وان شاء الله هنسعد يوم الجمعه بمتابعه مباراه قويه كالعاده. عشان كده نرجع ونكمل كلامنا، تم تصنيف ماتش الديربي المصري على اعتبار انه واحد من اقوى دربيات العالم، لدرجه انه في وقت من الاوقات كان موجود في المرتبه الخامسه او السادسه ورا مين؟ ورا أقوى دربيات العالم بقى بالمعنى الحرفي، زي دربي الغضب في ميلانو بين الميلان والإنتر ميلان، دربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، دربي لندن بين أرسنال وتشيلسي، دربي أحفاد الإغريق بين أولمبيكس وباوك. وطبعا هنلاقي كمان وسائل إعلام صنفته بأنه كلاسيكو رهيب لا يقل عن كلاسيكو فرنسا بين سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، وكلاسيكو هولندا بين أياكس وإندوفن. هو على فكره اللي انا بقول لحضراتكم ده عليه مش كلامي، ده كلام العالم كله عن دربي الشرق الاوسط، دربي اقوى دوري في المنطقه العربيه، الاهلي والزمالك اللي دايما بيحظى بمتابعه العالم كله. اما كلامي بقى للاعيبتنا حبايبنا لعيبه النادي الاهلي، كالعاده لازم تكونوا عارفين ان جماهيركم منتظره منكم الفرحه المعتاده، الفرحه المعهوده، الفرحه المتوقعه، الفرحة التي تتماشى مع إمكانياتكم ومع تاريخكم. معروف طبعا عنكم ومن زمان حضوركم القوي في كل المناسبات الكبيرة، التاريخ بيقول الكلام ده، إنجازات النادي الأهلي بتقول الكلام ده، نجوم وأساطير النادي الأهلي بيقولوا الكلام ده.